جديد، يسعد صباحكم بكل الخير مشاهدينا الأكارم لفقرتنا الحوارية الثالثة لليوم في ذكرى الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. تزدان الأحياء والبيوت والقرى والساحات بصورهم وعبارات الوفاء لتضحياتهم. في ذكراهم يفوح عطر الرجولة والشهامة. إنهم شهداء الوطن الذي كتب رجاله حكاية المجد والفخار على جبين الشمس، فكانوا صناع النصر، ومن خلفهم أمهات وزوجات تعجز حروف الضاد عن نسج كلمات تصف صبرهن وتضحياتهن، ويجف مداد الفكر خشوعا أمام عطائهن وتضحياتهن الجسام. مشاهدينا الأكارم، يسرنا خلال هذه الفقرة الحوارية من بثنا المباشر أن نستضيف السيدة شادية رحال، زوجة الشهيد البطل العميد علي سليمان محمد. يسعد صباحك بكل صباحك الخير، يا رب. وأهلا أهلا وسهلا وسهلا فيك. فيك حضرتك. أهلا صباح وسهلا فيك. الوطن وقائد الوطن وجيش الوطن والرحمة والخلود لشهدائنا العظام، شهدائنا القديسين، الله يرحمهم يا رب ويقدس أرواحهم الطاهرة. لولاهم أكيد ما كان الوطن رح يتعافى. أكيد. بالبداية بعد أهلا وسهلا فيك، الله ونحن عم يسلمك يا نعيش رب. أيام رمضان مبارك، رمضان نعاد خير إن عليكم شاء على الله يا الوطن رب. يا رب وقائد الوطن وعلى أمة لا إله إلا الله خير آمين يا يا رب. رب، آمين يا رب. بالبداية بدي أسألك، يعني يا ريت بس لو تحكي لنا عن قصة الشهيد البطل العميد، يعني قصة استشهاده، أين كانت، في أي منطقة من سوريا كانت خدمته أثناء استشهاده؟ هلا هو بالبداية لما انتسب للجيش كان عنده حب للوطن، وقسم بنفس الوقت انه يؤدي الأمانة بأكمل وجه. طبعا هو كان بكثير محلات بسوريا خدم فيها، والمكان اللي استشهد فيه هو التنف، كان هو ضابط قوات حرس حدود، طبعا مع الأعداء، الله أعداء الوطن أعداء الإنسانية. طبعا صار معهم هجوم واشتباكات، وجاني نبأ استشهاده بمنطقة التنف الحدودية، الله يرحمه ويرحم كل الشهداء. الله يرحمه. بأي عام تحديدا؟ استشهد ب11/11/2012 بالألفين، ببداية ال... بداية الأحداث. ببداية الأحداث. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه يا رب. مرت سنين عليك يا سيدة شادية، بعد غياب طويل أنا حابب أعرف من حضرتك قصة صمودك. حضرتك مليتي فراغ كبير، عندك أنت ولدين وصبية، 3 أبناء، صح تربية، تعليم، الحمد تدريس، لله. عمل. خليني احكي اكثر عن هذه التفاصيل، خلينا ناخذ القوة منك سيدي شادي. هلا الحمد لله انه باستشهاده اكيد كان هو يحمل كل المسؤولية عني بصراحة، يعني كنت انا كأم، بس باستشهاده صرت انا الأب والأم بنفس الوقت، فكنت حريصة كتير انه على دراستهم الجامعية، انه دائما كنت حريصة انه يدرسوا يهتموا بدراستي نتابعهم بالدراسة، تزرع فيهم حب الوطن حب الأرض، إنه أبوك استشهد كرمال هيدي الأرض كرمال نحن نعيش، لازم أنتوا تحملوا رسالة أبوكم بالعطاء بالفخر، إنه تفتخروا أبوكم استشهد بهيدي الأرض لحتى أنتوا تعيشوا لحتى أنتوا تكفوا مسيرة الشهيد. فكنت كثير حريصة أزرع بذور محبة الوطن، محبة العطاء، محبة الدراسة، محبة الثقافة بأبنائي، وكنت حريصة كتير إنه صح كانت المسؤولية كتير كبيرة علي وكان عبء كتير كبير، لأنه في أمور ما كنت معودة أنا بصراحة إنه صح أتكلف فيها يعني، صح بس أحيانا بتجيك القوة والإرادة هيك سبحان الله، إنه الله بيعطيك العزيمة من إيمانك بالله تعالى، بإيمانك بالشهادة اللي أنت ضحيت من شانها، بإيمانك بوطن إنه إن شاء الله رح ينتصر. فكل هيدي الأمور أنت بتعطيك القوة لحتى تزرع ببيتك المحبة، تزرع العطاء، تزرع الثقافة بين أبناء أسرتك يعني. فأنا حاولت كتير أني ما أكون ضعيفة بصراحة، حاولت أكيد كان نبأ استشهاده كان كتير صعب وكتير قاسي وكتير كان موجع، وبنفس الوقت يعني شوف هالازدواجية بالإحساس، كان إحساس الفخر لإلي أنه صح هو شريك بهذا الوطن، بزرع روحه، بزرع السلام، بزرع المحبة بالوطن، وبنفس الوقت انه انا فقدت جزء من حياتي، فقدت جزء من بيتي، فقدت رب لاولادي. بس اكيد ما كان هذا الشيء كان دائما يدعمني، انه انا هو كفى رسالته، هو الشهيد انا اخذت منه
انه هو قسم بيوم من الايام لما انتسب للقوات المسلحه انه يتابع لاخر المسير. فانا اخذت هيدي الرساله منه واستفدت منها انه انا كمان لازم تابع رساله الشهيد ببيتي باولادي بشغلي بحي المحل. انا لما بكون في كشادي حتى لو بدوامي انا لازم ازرع انه انا كوني زوجة شهيد المفروض انا اكون ارسم طابع من الخير من المحبة من السلام من المصداقية بصدق بشغلي. يعني حاولت انه انا اخذ صفات من الشهيد كانت تدعمني وين ما بروح. حس لازم انا احط لمساتي انا انه انا شادية كنت هيك عملت هيك اشتغلت هيك. طبعا هذا الانطلاق كان من خلال بيتي اولا وبعدين المحلات الثانية. وبنفس الوقت بدك تسمح لي انه احكي انا كمان انه فترة القوة باستشهاد زوجي انتسبت لرابطة ابناء وبنات الشهداء. انا عضو فيها ورئيسة جمعية، رئيسة جمعية سكنية عند 300 عضو اسرة شهيد. كفيت كمان المسيرة وتابعت. والحلو كمان لاحكي عن نسوان الشهداء، ما بعرف اذا سبخت على السؤال او شيء. اكيد لا 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 انه الحلو اكيد انا رح احكي بكل هالتفاصيل اللي حضرتك ذكرتيها، لكن هلا رح روح اذا بتسمحي لي. طبعا هيدا الفاصل الصغير وبنرجع. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الاكارم، وبدي ارجع ارحب فيكي سيدي شادية. اهلا وسهلا فيكي. قبل ما نطلع على الفاصل كنا عم نحكي سيدي شادية عن انتسابك لرابطه ابناء وبنات الشهداء، وحضرتك رئيس جمعيه سكنيه تضم عدد كبير من ذوي الشهداء. صح. اعرف عن تفاصيل، خليني ابدا بالبدايه، متى انتسبتي الى الرابطه وشو الاعمال اللي عم تقوموا فيها داخل الرابطه؟ هلا انا بعد استشهاد زوجي سمعت بهذه الرابطه بالخدمات اللي عم تقدمها. والشيء المميز برابطه ابناء وبنات الشهداء انه كلها من اسر الشهداء. تخيل انه اسر الشهداء هن عم بيدعموا، هن عم بيعطوا، انه اذا كانت زوجة شهيد ام شهيد اخت شهيد، هي هيك تكوين اسرة الرابطة. يعني طبعا هلا دعم، فيها دعم معنوي، فيها دعم نفسي، فيها مثلا معهد صف سابع ثامن تاسع بكالوريا، فيها اسعافات اولية، كانوا نعمل دورات بمشفى الوطني، فيها دورة مثلا سائل الجلي بحيث انه زوجة الشهيد او ام الشهيد او اخت الشهيد يكون عندها مثلا مردود مادة. حلو. دورة مثلا كوافيرة، دورة وشم، هيدي القصص كلها. كان فيها دورات طبعا باشكالها، يعني بالاضافة للمعهد، بالاضافة للتدريب بمشفى الوطني، الاسعافات الاولية. يعني كان كتير كتير، وحتى الدعم النفسي لاسر الشهداء. اللي بيميزك هيدي الرابطة انه اسر الشهداء ما بيضعفوا هيدي الخلية، ورغم انه هيدي الخلية رغم الالام المكنون جواتها عم تعطي وعم بتقدم بروح حلوة. انا دائما بقول للدكتور مازي انه الرابطة هي مثل خلية النحل عم تشتغل، هي ما بتسمي، صح في جوات وجع والام بس عن جد عم تشتغل، عم بتتابع مسيرة الشهداء يلي عندها ومبسوطين كتير وعم بيعطوا بكافة. وصدقا فيها كتير تعب وفيها معاناة. اكيد انا مثلا لما اكون موظفة وبالبيت وعم اعطي احيانا من وقتي للرابطه، واكيد لي فخر ولي شرف يعني مثل بقيه اعضاء الرابطه، تنبسط انه نحن ما بنقبل انه حدا يعطينا معنويات. نحن اسر الشهداء نحن بنعطي معنويات، نحن بنعطي معنويات، نحن بنكفي رساله شهدائنا بالعطاء بالخير. فهيدي الجمعيه انا كثير بتعني لي وكثير بكبر فيها وبكبر بالانتماء لإلها، وبتشكر الدكتور مازن زوان هلا من منبركم رئيس الرابطة، وبتشكر كل أعضاء الرابطة صدقا اللي عم يشتغلوا فيه، اللي عم يعطوا فيه من قلب ورب ومن ضمير. يعني دائما بدعي لها الرابطة أنه دائما إن شاء الله يا رب يكونوا موفقين الكل، هنن وعطائين وإنجازاتين وشغلن على الأرض وشغلن بالحقيقة، الله يقويهم يا رب. ونحن بهيدي الرابطة دائما بدنا نفرجي أنه نحن مستمرين ونحن عم نعطي ونحن عم نقدم ومبسوطين وعم نتابع رسالة شهدائنا بكل شرف وفخر. وان شاء الله يا رب بتضل هيدي الجمعيه، عفوا هيدي الرابطه، انه دائما قامي باعمال الخير لاسر الشهداء وتساعدهم بما فيه الامكانيه. يعني طبعا ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. سيدي شادية، ايضا بدي احكي عن يعني تفاصيل ربما اللي فيك تزوديني فيها من فضل. من حياتك، يعني 8 سنين على غياب الشهيد البطل، حضرتك ربيتي، علمتي، درستي، يمكن تحت أكيد. الهوى كنت عم بسألك عن الأبناء. صح. أعرف من حضرتك، تعرفيني بأبنائك، شو عم يدرسوا هلا حاليا، كيف كنتي معهم، يعني أخذي دور الأب والأم، ويعني ما في دور إلا ما شاء الله، يعني الله يحميك يا رب ويحميلك هدول الشباب، إلا كنتي يعني قادرة أنك تلبي كل احتياجاتهم. الحمد لله. هلا هو بصراحة كونه كان دائما غيابه عن البيت انه بيتغبني، ما اتكل عليه انه دائما يكون فوق راس الاولاد يعني. فباستشهاده كنت حريصة اهم شيء انه يعني دراستهم.
بالدرجه الاولى تابع لهم دراسته. فاكيد مثل ما قلت لك انه كان عن جد كانت شغله متعبه كثير، لانه بدك تكون بكذا جزء صح من الحياه، ما فينا ما انه جزء واحد، لا بدك تتحمل اجزاء، صرت اب وام بنفس الوقت. فكانت الامور يعني بصراحه كانت كثير مضغوطه، وكان تعب علي كثير، وفي شغلات انه ما كنت متعوده انا يعني احملها، وتعودت احملها. بس الشيء القواني انه انا ما لازم اضعف، يعني صح مع كل تعب اتذكر انه انا ما لازم صح اضعف، لازم اولادي انه يرفعوا راسا، اولا انه ابوي شهيد، وثانيا انه انا لازم اوصل هيدي الرساله لبر الامان، لازم دائما يكون العين السهره عليهم بكل شيء، بدراستهم، بطلعاتهم، بدخلاتهم، بالحواليهم. يعني كنت حريصه كثير، وفعلا انه يعني في امور اشتغلتها انه عن جد انه انا ما كنت اعملها، كيف عملتها، كيف ساويتها. يعني بتحس انه ارادتك، المهم ان تكون ارادتك قويه، انه الحمد لله كلهم صاروا جامعات ونعمه الترباية، يعني اكيد ما راح احكي عنهم بس اني عن جد هيك صراحه، أكيد أكيد ما في ودخلوا شك. جامعات ودرسوا واشتغلوا على حالهم. وفي عندي ابني مصطفى اللي عم يدرس حقوق، بس شوي يعني لسه ما خلص، وموظف. عندي كمان ابني جعفر، كمان هو صوره عن ابوه، كثير بحب الخير، بحب الوطن، بحب يعطي. هو كمان متطوع بجمعيه التوحد هلا. وفي بنتي أليسار كمان عم تدرس رياض أطفال، وهي موظفة كمان رئاسة الجامعة. والحمد لله أنه بحس لو جزء بسيط من المسؤولية أنه الحمد لله وصلت الحمد لبر لله يا الأمان. رب، الحمد لله يا رب. أكيد يعني نحن بنكبر فيكم الله سيدي يخليك يا شادية، رب، نحن الله بناخذ يسلمك، المعنويات الله يسلمك يا منكم رب، من تجربتكم الحياتية. الله يخليك. يعني اللي مريتوا فيه ما مر على صح عائلة صح يعني هو واقع صح مصاب، لكن الحمد لله يعني كنتوا قد الحمل، الحمد لله رب كنت العالمين، أديت وكملت الرسالة مثل ما الحمد تفضلتي لله. حضرتك بالذكر. أنا بدي أطلب منك شو بتحبي تقولي لأمهات سوريا بشكل عام، تحديدا يعني زوجات الشهداء، أمهات الشهداء أيضا، كيف يعني شو الرسالة اللي بتحبي تخبريهم إياها من خلال تجربتك؟ أنا طبعا هاي النقطة كتير حلوة، بتمنى هيك أخذ راحتي فيها. تفضلي. أنا بفتخر إني أولا سورية، بفتخر اني زوجة شهيد، بفتخر اني قدمت اغلى ما عندي للوطن. طبعا المرأة السورية قدمت، سواء كانت مع الجيش بالميدان، صح سواء كانت مراسلة اعلامية، سواء كانت مثلا احيانا جمعيات تتواصل مع ذوي الشهداء والجرحى. المرأة السورية عظيمة، يعني ما فيني اقولها بكلمة او كلمتين، يعني كل العظمة هي. وخاصة المرأة السورية لما بيكون عندها شهيد بيستشهد الثاني والثالث والرابع، وتقول كل أبنائي في ضل الوطن، هيدي الكلام يعني هو بحد ذاته قداسي، قديش ما صح بني بدل عظمته بهيدي الجملة، إنه أنا عندي واحد واثنين وثلاثة كلهم شهداء في ضل الوطن. وفعلا هي قدمت وقالت له أنا إسا عندي أولاد راح يقدموا في ضل الوطن، قديش ما أنا هي عظيمة، لأنه هدول الأولاد جزء من حياتها، جزء من روحها عم تعطيهم للوطن، عم بتقدم قربان للوطن، قديش ما أنا هي عظيمة، يعني عم تعطين أغلى ما تملك للوطن. يعني هون بتبين عظمة المرأة السورية وأم الشهيد، أخت الشهيد، صح يعني حملت معالم الشهادة لما عطت بابتسامة رغم جرحها ووجعها، عطت بتفاؤل إنه الوطن أكيد رح يتعافى، بإذن الله رح يتعافى. إن شاء الله أكيد فهيدي المرأة السورية صعب إنه نقولها بجملة أو بكلمتين، ما بعرف، بس هي أكبر بكتير بحدود السماء. صح صح لحدود السماء. بدي أتشكرك الله جزيل يخليك، الشكر الله يسلمك سيدي يا رب، شادية شكرا على لأستاذ وقتك وجودك كله معنا إلي، اليوم، واجبنا أقل الله من واجبنا. يسلمك يا شكرا رب. جزيلا تسمح لي لوجودك معنا أترحم اليوم. مع كل تفضل. الشهداء العظام، الله يرحمهم ويقدس أرواحهم الطاهرة، ويشفي جرحى الحرب، ويرجع المخطوفين، وأكيد الوطن منتصر بالشرفاء أكيد يلي فيه، أكيد بالشهداء يلي راحوا، وبالجرحى يلي راح يتعافوا، والمخطوفين يلي راح يرجعوا. وإن شاء الله يا رب يحمينا سيد الرئيس قائد الوطن العظيم، ويحمي هالبلد اللي قدمت وتعبت وضحيت. وإن شاء الله يا إن رب شاء الله يا رب، العيد الجاي بتكون سوريا منتصرة على كل الإرهابيين، إن شاء الله وتضل يا رب. عظيمة مثل ما نحن بنعرفها.